مشهد قد يذهب بمن يراه إلى ماض بعيد، لكنه قلب العاصمة بغداد في وقتنا الحالي، فلا تراث ولا مشاهد جمالية ولا رؤية معمارية لأهم معالم مدينة السلام التي أكل على مشاريعها الفساد وشرب. مواطنون تساءلوا عن حجم الأموال الكبيرة المرصودة لأمانة بغداد التي لا ترتقي، وهذا الواقع المتردي. للأسف وهذا يحز بالنفس، بأنه بغداد هذه العاصمة العريقة بأنه توصل بنا إلى هالمرحلة. أول مرة إهمال من قبل الدولة، إهمال من قبل أمانة العاصمة بالذات هي المسؤولة، والفساد بالدرجة الأولى، لأنه اليوم الفساد طغى على كل شيء، الفساد آفة والفساد أكثر من الإرهاب. أبنية وشوارع وأرصفة خارج نطاق الخدمة، فلا مواكبة للحداثة المعمارية ولا توسعة للطرق التي اكتظت بأنواع العجلات ولا استثمار صحيح للمساحات التي باتت مستباحة من الجميع. كل هذا نتاج فقدان التخطيط والفساد للجهات المعنية بهذه الملفات بحسب المواطنين. عدم وجود الخدمات المناسبة لهذه العاصمة، يعني اللي تاريخها عريق، اللي يليق يعني عاصمة العراق. خدمات ماكو، هي مفقودة من كل الجهات، يعني ماكو مسؤول هسه يجي، يعني هسه عندك هذا التقاطع، يعني ما يجي مسؤول يجي يشوف هاي العالم. مركز العاصمة بغداد وعلى ما يبدو بحاجة إلى أمانة في التصميم والتنفيذ، في ظل افتقاره إلى أبسط مقومات العاصمة الحضارية الحديثة. عباس نعمة، العراقية الإخبارية، بغداد.